اهلا بيكم في حلقه جديده من ترافل اكسبرت. المره اللي فاتت اتكلمنا عن اوتيل من الطراز العائلي او اوتيل ينفع للعيله. النهارده بقى هنتكلم عن اوتيل للهانيمونرز او تجربه جديده للهانيمونرز. لو عايزين تعملوا هانيمون مختلف وجوه مصر ومن غير ما تتكلفوا التكلفه اللي هي بتبقى بره مصر، تابعوني علشان هنتكلم كلام حلو قوي. ورجعنا لكم تاني. النهارده هنتكلم عن اوتيل في سهل حشيش. طبعا لو انتوا هاني مونرز انصحكم انكم تقضوها في سهل حشيش طالما مش هتطلعوا بره مصر. هنتكلم عن اوبروي سهل حشيش. يلا تعالوا معايا نتفرج على الاوتيل. الموقع تقريبا نص ساعه من الغردقه بالعربيه. الريزورت كله عباره عن كاتيجوريز مختلفه من السويتس، جراند سويت وسوبيريور سويت، كلهم بيكونوا ببرايفت بول. طبعا هنشرح لكم كل حاجة بس بعد ما تاخدوا تور في الريزورت وتتفرجوا على الجمال اللي احنا هنشوفه دلوقتي. شكل الطبيعة والخضرة اللي مالية المكان. هما هنا دخلوا السويت بس بالتصوير البروفيشنال. بس المفاجأة اللي معانا النهاردة ان احنا قررنا نفرجكم السويت ده على الطبيعة بالتصوير الطبيعي. ده البرايفت بول اللي بيبقى في السويت حقيقي فوق الروعة، كبير مش صغير. التصوير الطبيعي بقى السويت على الطراز العربي الأندلسي. احنا كده دخلنا السويت. اول حاجة بتشوفوها مكان زي الليفينج روم. في انتري زي ما انتوا شايفين وشاشة تلفزيون سمارت، كل تفصيلة بنصورها علشان ننقلكم الطبيعة على قد ما نقدر. تحت شاشة التلفزيون، ايوه اللي انتوا شايفينه ده، هنفتحه دلوقتي. موجود تلاجة صغيرة فيها مية وشوكولا وفاكهة، وده الجزء بتاع المشروبات الكحولية والبيبسي اللي بيحب يشرب يعني. الجزء اللي جنبه الكوفي كورنر بتاع الشاي والقهوة والنسكافيه. فتاحة المشروبات الكحولية، لأن أنواع أخرى من المشروبات الكحولية، كاسات للناس اللي بتحب تشرب. هنا دخلنا المكان اللي فيه السرير، فيه شاشة تلفزيون تانية، يعني السويت فيه شاشتين تلفزيون. وهنا بيوريكم حجم السرير، شكل الإضاءة، كل تفصيلة في الأوضة. طبعا الباب ده دخلنا على التواليت، المكان اللي فيه فوم ومكان الشاور. فكركم كده التواليت خلص اطلاقا. شايفين الباب الازاز ده؟ ايوه هو ده، هنفتحه دلوقتي بس استنى. هنخرج منه على جاردن. من الجاردن الجميله دي هننزل سلم،
هنلاقي قدامها ترابيزة لطيفة كده بس ثواني لما ننزل هتشوفوها. هي دي أيوة. وبعدين هتلاقوا أهم جزء البرايفت بول اللي تقريبا كلنا بنحجز الأوبروي علشانه. كده احنا وريناكم شكل سويت بأقصى دقة ممكن تشوفوها، بس الشكل كله بالليل هتشوفوا حاجات الصبح برضه. هتكلم معاكم بقى عن البيتش وعن شوية حاجات المفروض تعرفوها عن الريزورت، فأنا هقعد أحكي لكم كده وانتوا بتتفرجوا وبتستمتعوا بالمنظر الجميل. البيتش فيه منه جزء ساندي تقدروا تنزلوا فيه ما بيبقاش فيه صخور، وفيه جزء تاني فيه صخور كتيرة جدا، فيفضل لو احنا ناخد معانا أي حاجة نلبسها في رجلينا لو احنا بنحب ننزل البحر. الريزورت ده موجود فيه 3 مطاعم، واحد هندي بيفتح 4 أيام في الأسبوع، والمطعم الرئيسي إندو، ومطعم الكورت يارد ده أوتدور. كان لازم أقول لكم عن المعلومات دي لأنه الإقامة هناك بالفطار بس أو بالفطار والعشاء هاف دور، ففي حالة إنك هتحتاج حاجة أو هتحتاج وجبة أو هتحتاج مشروبات أو هتحتاج أي حاجة لازم تطلبها من الريزورت، لأنه سهل حشيش ولا فيها خروجات ولا فيها أماكن تشتري منها. حاجة بقى الجديرة بالذكر ان احنا لازم نقولها انه الريزورت ده مش ادلت اونلي، يعني مش للكبار بس، لا ده مسموح بيه وجود اطفال. ممكن تكون دي حاجة هتضايق الهانيمونرز، لكن بيحلها شوية فكرة ان كل واحد ليه برايفت سويت ببرايفت بول، فالاحتكاك هيبقى قليل او مش هتتعاملوا معاهم كتير. وده البسين الرئيسي بتاع الريزورت، هو كبير قوي 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 زي ما احنا شايفين كده، الفيو بتاعه على البحر رائع، فعلا فيو رائع. في كيدز اريا للاطفال في حاله الاقامه هاف بورد، لو الطفل اقل من 6 سنين بيبقى فري، لو اكبر من كده بيدفع له في الفطار في حدود 150 جنيه وفي العشاء 375 جنيه، طبعا دي اسعار تقريبيه حسب السيزون. وجينا للكلام المهم، امتى افكر في الاوتيل ده وامتى ما افكرش في الاوتيل ده؟ افكر في الاوتيل ده ببساطه شديده جدا لو انا معايا ثمنه، او معنى اصح اقدر على التكلفه بتاعته. افكر فيه في حاله ان انا عايز برايفت بول في السويت بتاعي، افكر فيه في حاله ان انا عايز اعمل تجربه مختلفه وجوه مصر وما تكلفش تكلفه الهانيمون اللي بره مصر. طب امتى ما افكرش فيه؟ لو انا مش معايا فلوس. بكل بساطه ده السبب الوحيد ممكن يخليني ما افكرش في الاوبيراي، غير كده هو تجربه شيقه وممتازه وممتعه. اعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس واشوفكم كمان في حلقة جديدة. باي باي.